فلا جدال عني مما يتعبون فإن شأنك فلا سيدك العمود ولا عمود المفتور إلا رحمة منا متاع العزيز وإذا قيل له تقدم بنا إليه ونقل له على كل أمر وما تعزيه بنا يا آيات ربه إلا كان من يأتيه وإذا قيل له أنفقوا مما يكتم الله قال الذين بقوا إن الذين آمنوا أنفقهم مما يكتم الله الناس يا بالجنة اليوم